السلام عليكم متتبعي منبر 24. الان كنتواجدوا بمدينه وجده بالضبط في الشارع، ورحنا غادي نسولوا الناس كي دوزوا 2020 وشنو كيستناهم 2021. تبعوا معنا. السلام عليكم. الله يخليك، ممكن تقولي لنا كي دازت عليك 2020؟ صراحه 2020 خلاتنا نبعدوا بزاف على الاحبه ديالنا، وصراحه خلاتنا نبعدوا حتى على القرايه نتاعنا، وما يعني الدراسه عن بعد ما سلكتناش بهذا المفهوم، هذا ما سلكتناش، وكنتمنى كل شيء يرجع كما كان ان شاء الله واحسن. علاش لا، هذا الشيء اللي كنتمنى. وشنو كتمني من 2021؟ كنتمنى من 2021 ما يبقاش هذا الوباء ان شاء الله، ويبرا المرضى وكل شيء، يعني كل شيء يرجع كما كان ان شاء الله. علاش لا، وكنتمنى من الله ما يبقاش هذا الوباء ورجعوا كيف ما كنا. 2020 داز بحال كاع السنوات، يعني ما حدنا هنا في المغرب ما كاين حتى شي فرق، خصنا حتى نهاجروا للديار الاوروبيه عادي يكون الفرق، تما يبان الفرق. و 2021 نتمنى ان شاء الله يكون تغيير، وهاد البلاد هذه واش نقول لك راه ما فيها والو، والهجره الهجره الهجره. صراحه 2020 دازت خايبه بحكم انها كانت كورونا، وتضطرينا اننا ما نقراوش وداك الشيء عن بعد وكونفينمون كذا. مهم دازت خايبه صافي هادشي. وشنو كتتمني في 2021؟ كنتمنى اولا ربي يهز علينا هاد الوباء ان شاء الله، وترجع الحياه ديالنا للطبيعه ديالها بيان سور صافي. بعدا من هاد لو كوتي هذا، صراحه فات سنه يعني اللي صعبه بزاف، حيت جا هاد الوباء يعني في نفس ديال العام، يعني حبسنا من القرايه، حبسنا شحال من حاجه. يعني هاد الاول هاد الوباء اللي كان يعني اثر بزاف على الدوله واثر على العالم كلش، يعني دركي ها ودركي راك تشوف شحال من واحد راه جالس بلا خدمه، يعني الله يحسن العوان، يعني فات صعيب علينا كلش. مي الحمد لله مكتب ربي اللي جا من عند الله، يعني الحمد لله، هذا يعني الحمد لله حاجه اللي صرات نقول الحمد لله. ونتمنى في 2021 يعني تكون سنه ايجابيه، وتكون تدخل علينا يعني بالفرحه، ويمشي هذا الوباء ان شاء الله، ويعني ولاد الشعب يعني تكون موفره الخدمه وتولي الحركه، وسنه سعيده. هو 2020 فات ليا يعني كاين مغاربه، يعني بالنسبه للوباء، بالنسبه للازمه، بالنسبه لبزاف الحوايج، يعني الناس تضررت، الاقتصاد تضرر، هو كان يعني كان اصلا مضرر، واش هي زاد تضرر كما نقولوا. وبالنسبه لواش غادي نقول لك، نتمناو من الله يعني هذا 2021 تدخل علينا بالخير ان شاء الله. واش هي ما متفائلين، يعني ما كانش تفاؤل ولا شي حاجه. وشنو كتمنى في 2021؟ نتمنى اي واش غادي نقول لك اختي، نتمنى في 2021 نتمنوا الخير للناس كاملين، نتمنوا ان شاء الله الناس تصيب خديمه، الناس ان شاء الله توفق في الحياه الدراسيه ديالها، توفق في الحياه يعني في الصحه ديالها، في كل شيء. هذا ما هو اللي نتمناو، ونتمناو هاد الشباب ان شاء الله يلقى شي خديمه ويدبر على راسو. 2020 دازت سلام يا الله وصافي، مع على حسب كورونا وعلى حسب كاع العالم كله، ماشي غير حنايا، راه دوزنا واحد الازمه غير لا اله الا الله محمد رسول الله، دوزنا غير بالتخرطيط وصافي، غير لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي، ومحمد سيدي رسول الله. شنو كتمنى من 2021؟ كنتمناو يكون احسن من هذا 2020، و 2021 كنتمنى يكون احسن من 2020، وفي الصحه ولا لهنا ولا كل شيء، وكنتمنى الصحه والسلامه بزاف كاع، حيت فقدنا بزاف الاهالي ديالنا، وفقدنا الخوت ديالنا، وفقدنا صحابنا، وفقدنا بزاف، راه كاع ماتوا مساكن صحابنا وتفقدناهم بزاف، وتاسفنا بزاف هذا 2020، وويني كنتمنى ويكون محسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لسنه 2020 هي كانت سنه استثنائيه، واستفدنا منها بزاف ديال الحوايج. من الحوايج اللي استفدنا منها هي اننا خلاتنا نقربوا من العائله ديالنا، خلاتنا نعرفوا شي حوايج اللي كما نقولوا كانت فينا الداخل وحنا ما كناش حاسين بها. مثلا انا شحال من واحد كتكون عنده شي مهارات، تكون عنده شي هوايه ما قدرش انه يكتشفها قبل كوفيد 19، ولكن مع الكوفيد قدر انه يكتشف الموهبه اللي عنده وهذه الهوايه اللي عنده. وبزاف ديال الحوايج، من بين اننا تعلمنا ان الناس اللي كيستاهلوا الاهتمام بزاف هما الناس ديال الطب، ليزانفيرمونيي اطباء، الناس ديال السلطه، من بينهم الامن الوطني، من بينهم دارك الملك خوات المساعده،
وان شاء الله 2021 تدخل ان شاء الله علينا بصحه وسلامه. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.